ذكرت سابقا من ضمن الامور الحسيه اكثر من كونها شكليه موضوع روغان الحصان ومحاوله القمص وغيره من الامور تفليقه تعطيه حق فعل الشيء بتواكب الصح فينتهي به المطاف ان كل ما اصر يسويه كل ما فشل فيه زياده وسوى عكسه طرق ركوب الاخرى الصحيحه يعطيه حق فعل الشيء بحدود الفراغ فيستمر يسويه عند الحاجه بحدود الفراغ اذا ما في حاجه واضحه مو مسوي الناس موزون فالركوب الخاطئ سيمنعه فيسويه بشكل قوي جدا وقت الجد ويسويه بشكل محدود في الاوقات اللي ما فيها جديه واضحه هنا تعطيه حق فعل الشيء بس ذكرت انه حسيا غير شكليا بمعنى صار مرات كنا راغ شكليا او حتى كنا قمص لعب محل او شنع عن تشنيع اصلا حق يسويه عاده ينجح فيه عادي مو زي القمص والروغان اصلا عنده قدره على يشنع موزون بدون ما يسوي اي خطا فمن حقه بس نادر يصير الشيء هذا انه يخاف على توازنه هو بينما القمص والروغان صعب جدا الحصان يسويه بالطريقه اللي بقولها هذه يسويها بشكل موزون بحيث انه ما يقدر ياثر على يدك او ما يحس بيدك لكن عموما الموضوع ينطبق على جميع اطباع الحصان لو سوى روغان او قمص ورقبته طبعا كونه يسويه بالجسم ورقبه تماما ما سوى شيء هذا طبيعي جدا من حقه هذا عباره عن عنف الحصان عنف اصلا محله وفرغ طاقته بحماس محله ما يسمى قمص لا طمر على فوق لك مو على قدام ولا يسمى قمص اذا محله سوى حركات بجسمه لك رقبته ما سوى شيء ولا يسمى تشنيع حقيقي اذا رقبته مره موزونه بس حط وزنه على قطعته وحمل شوي ونزل هذا ما اتكلم عنه اتكلم عن حصان يسويها بشكل واضح برقبته رقبته داخله في الروغان مع الجسم رقبته داخله في القمص مع الجسم او رقبته داخله في التشنيع مع الجسم مرات حتى ورقبه داخله يعتبر اللي صار شكلي ما هو حسي ايش قصدي يدك ما حست باللي سواه فعليا بمعنى ان لما حصان موزون سحب وفضه وتكب ورقبه بشكل موزون بحيث انه ما وصلت السحبه او التفضيه او التدكيه لليد بشكل واضح سواها الشكيمه خاصه لما كنت فيلم وحتى بسنافك حصان موزون فما وصل لليد بسحب زايد ولا وصل لليد بتفضيه زايده وتدكيه زايده فاليد ما راح تسوي شيء طالما ان الفم نفسه ما سوى شيء فنعم كنا حاول ربع روغه بجسمه ورقبته مو بس جسمه ذاك التشنيع ذاك القمص لكن الفم ما سوى شيء فعليا بثلاث حركات مما يعني انك ما انت بتسوي شيء فعليا بالثلاث حركات يدك مجاريه فمه اللي هو يعتبر اهم جزء في رقبته في الحاله هذه فبجسمك تسوي اللي سواه بجسمه ومن ضمن الرقبه لكن اليد ما تسوي شيء لان الاساس في الرقبه اللي هو الفم ما سوى شيء اذا الاساس في الرقبه اللي هو الفم ما سوى الثلاث الاساس في يدك اللي هو القبضه ما تسوي الثلاث مما يعني ان ذراعي يصير تابع لجسمي لكن القبضه لا كما ان الرقبه تابعه للحصان تابعه لجسم الحصان في الحاله دي بس الفم لا اذا متى يكون الشيء اللي سواه الحصان فعليا شكلي وليس حسي اذا انا ما حسيت انه سوى الثلاثه بشكل واضح تتطلب مواكبه واضحه من اليد مما يعني اني فقط بسوي حركه بجسمي زي ما هو سوى حركه بجسمه فقال يستمر على وضعه ما نجح ولا حاول من يوم الحصان بالفعل ناوي يحاول تلاحظ ان عقب الرقبه يجي الفم اذا بيحاول بالجسم رده فعل جسميه بيحاول بالرقبه رده فعلك يد طيب مرات الرقبه تكون تابعه للجسم ولا سوى شيء بالفم اذا بس تستعمل جسمك زياده مرات الرقبه تابعه للفم وسوى شيء واضح بالفم اذا تستعمل القبضه اذا استعمل جسمي ان استعمل جسمه استعمل جسمي زياده لما استعمل رقبته استعمل دقه يدي بالقبضه والراحه او اليدين بالفعل نفسها لاستعمل الفم الفم مقصد فيه ثلاث سحب او فضه وتكب الفم فيدي حست بالسحب والتفضيه والتدكيه فيدي زلقت او جمعت او تكت